السلام عليكم طالبات، نبدأ اليوم درس جديد عندنا يونت 7 لسن 6. الدرس السادس هو two African countries، بلدان أفريقيان. فقال نو what do you know about these countries، ماذا تعرف عن هذين البلدين؟ فنقرأ ونحل التمارين. قال اقرأ وبعدين جاوب على الأسئلة الأسئلة اللي موجودة بالactivity book. فأول بلد راح ناخذه هو ليبيا. فقال إن إيريل مساحة هي 1,759,541 كيلومترز. نجي إلى population، نسبة السكان هي 6,244,174. Currency العملة Libyan dinar. Language Arabic. Libya is a large country in North Africa with a long coastline on the Mediterranean Sea. نقول ليبيا هي بلد كبير في شمال أفريقيا مع ساحل طويل مع البحر الأبيض المتوسط. Most of the population live in and around the capital Tripoli and the second city Benghazi. نقول أغلب سكانها يعيش حول وداخل المدينة العاصمة هي طرابلس، والمدينة الثانية هي بنغازي. The rest of the country is mostly desert and mountain. أغلب البلد الباقي يعني المساحة الباقية من البلد عبارة عن صحراء وجبال. It can be quite cold in the mountain areas in winter, but in general the climate is hot and dry. من ممكن أن تكون باردة جدا في المناطق الجبلية بالشتاء، لكن في العموم المناخ مناخ هذه المنطقة يكون حار وجاف. In the spring and autumn, the Gibli, a hot dry wind that carries sand blows. فيقول خلال فصلي الربيع والخريف the Gibli أو الجبلي بمعنى هي hot dry wind، رياح حارة وجافة تحمل معها الرمال والعواصف. Then the temperature can rise very fast، لذلك درجات الحرارة من الممكن أن ترتفع بسرعة. The highest temperature in the world 58 degrees centigrade was recorded in Libya in 1972. نقول أعلى درجات حرارة بالعالم سجلت هي كانت 58 درجة مئوية سجلت في ليبيا بال 72. In the narrow fertile northern area, agriculture is important and a lot of food is produced. نقول في المساحة الضيقة في المساحة الشمالية الخصبة الضيقة الزراعة مهمة بها وتنتج الكثير من يعني المنتجات أو الأشياء الغذائية، المنتوجات الغذائية تنتج بها. Many people farm sheep, goats and cattle. الكثير من الناس هناك يعني الأغلب الغالبية من عندهم أنه يربون الخراف والماعز والماشية. However, Libya's main product is oil. برغم من أنه الانتاج الرئيسي لليبيا هو النفط، it also has natural gas، كذلك تحتوي على الغاز الطبيعي. The country has some magnificent ancient places to visit such as Leptis Magna, an important city 2,600 years ago. نقول بالإضافة كذلك هذه الدولة تحتوي على أماكن قديمة عظيمة أو رائعة لزيارتها، منها مدينة اسمها ليبتس ماغنا تعود إلى 2600 سنة ماضية. والبلد الآخر عندنا هو السودان. سودان area المساحة هي 612,184 square kilometers. Population السكان هي 12,681,647. Currency العملة هي سودانيز باوند، الباوند السوداني. Language Arabic اللغة هي العربية. والسودان is the third largest country in Africa. والسودان هي ثالث أكبر بلد في أفريقيا. Most of the North is desert، يعني شمالها شمال السودان أغلب عبارة عن صحراء.
But there are flat grasslands in the center and forest and high mountains in the south and west. وبرغم ان انه شمالها عبارة عن قلنا اغلبها عبارة عن صحراء، لكن يوجد فيها مناطق منبسطة عبارة عن مرعى تمثل او مناطق خضراء. وين موجودة؟ في المنتصف، يعني في سنتر، يعني بالمنتصف، وكذلك غابات موجودة وجبال عالية في الجنوب والغرب. Two rivers، نهران، the Blue Nile and White Nile، النيل الأزرق والنيل الأبيض، join at خرطوم، يتحدون في مدينة الخرطوم، the capital، اللي تمثل إن عاصمة السودان. These are the country's main source of water، وهذني النهران هما يمثلان المصدر الرئيسي للمياه في السودان. The main crops and exports are cotton and sugar، نقول المحاصيل الزراعية الأساسية واللي تعتبر هي إنه يصدرونها، والصادرات هي عبارة عن قطن وسكر. Sudan has one of the world's largest sugar refineries، يعني تمتلك السودان أحد أكبر مصافي السكر في العالم. Sudan is the world's main producer of gum arabic، وكذلك تعتبر السودان أحد البلدان الرئيسية أو الأساسية في إنتاج الصمغ العربي. Animal farming is also important، تربية الحيوانات كذلك هي مهمة في السودان. بالنسبة للتلخيص هو عبارة بس عن مفردات، لأن ما عدنا قواعد بهذا الموضوع، فرأسة راح نحل التمارين على هذا الموضوع. Lesson 6 الدرس السادس. فقال لنا find the answers to these questions about Libya and Sudan quickly in the lists on page 71 of your student's book. Write short answers، يريد أجوبة قصيرة. فقال لنا which country is bigger، أي بلد أكبر، هو هنا نعطينا المساحة البلدين في ليبيا. Which one has fewest people، بها أقل نسبة سكان، هي ليبيا. What do they have in common، شنو الأشياء اللي يشتركون بها. They both speak Arabic، كلا البلدين هما عربيان، يتحدثون العربية. التمرين الآخر. Now read the text and mark these sentences true or false، نقرأ ونجاوب بصح أو خطأ. هسه المجموعة الأولى، الأسئلة الأولى عن ليبيا. فقال إن ليبيا is mostly desert، يعني أغلبها صحراء، هذه تكون true يعني صحيحة. It is always very hot there، دائما حارة، هذه عبارة خطأ. Where there is no agriculture، يعني لا يوجد بها زراعة، هذه عبارة خاطئة، false. It produces oil، تنتج نفط، صحيح. لبتس ماغنا is a modern city، هي عبارة عن مدينة حديثة، لبتس ماغنا modern حديثة، هذه عبارة خاطئة. يس هاي واضحة العبارة خاطئة، شوفوها بس ما مبينة عندكم، هنا هاي هنا العبارة خاطئة موجودة، هي قلنا ancient city، مدينة قديمة. نجي إلى السودان. Sudan has a coastline on the Mediterranean، يعني السودان لديها خط ساحلي مع البحر المتوسط، هذه العبارة خاطئة. The capital is خرطوم، العاصمة الخرطوم، صحيح. It gets most of its water from Blue Nile، خطأ، هي blue and white. It produces cotton, sugar and gum arabic، صحيح، هذه المنتجات تنتجها السودان. فهنا قال لنا correct the false sentences، الجمل الخاطئة اللي هنا راح نعيد تصحيحها. فأول جملة خاطئة هي عندنا هنا it's always very hot there، تكون دائما حارة. فالجواب نقول it can get quite cold، يعني ممكن أن تكون باردة جدا. in the mountain areas in winter، بالمناطق الجبلية بالشتاء. البعدها هنا عندنا الجملة الأخرى there is no agriculture، لا يوجد فيها زراعة،
خطأ هنا الجواب هي agriculture is important in the narrow fertile northern area مهمة في المنطقة الخصبة الضيقة الشمالية من البلد. النقطة الأخيرة إنه هذه هي تعتبر مدينة حديثة، خطأ إن هي ancient city مدينة قديمة، تعتبر مدينة قديمة. قول هذه التصحيحة إنه هي Leptis Magna was an important ancient city تعود إلى 2600 years ago قبل 2600 سنة قبل الميلاد. نيجي للسودان وتصحيح الجمل الخاطئة فيها، فقال إنه تمتلك خط ساحلي مع البحر المتوسط، إنه هذه العبارة خاطئة. نقول Sudan doesn't have a Mediterranean coastline, it has a coast on the Red Sea، عندها ساحل مع البحر الأحمر وليس البحر المتوسط. اللي بعدها إنه هي it gets most of its water from Blue Nile، أغلب الماء المياه تكون من النيل الأزرق. فهنا الجواب it's the main source of water in the Blue Nile and the White Nile، الأغلب مصدر المياه هي من النيل الأبيض والنيل الأزرق. التمرين الآخر عندنا هنا قال find words in the text to match these definition، يعني مرادفات للكلمات اللي موجودة. فنقول قال إن opposite of wide العكس من كلمة wide، wide واسع أو عريض، العكس من عندها نرى بمعنى ضيق. وcows cows الأبقار المرادفة اللي هي cattle بمعنى الماشية. very old القديم نقدر نقول عنه ancient. without mountains يعني المنطقة اللي ما تكون بيها جبال شو نقول عنها flat، flat بمعنى مسطحة. وthinks that farmers grow الأشياء اللي يزرعها المزارعين شو نسميها crops هي المحاصيل الزراعية. thinks that a country produces and sells to other countries نسميها exports صادرات، نقول الأشياء اللي ينتجها البلد ويبيعها لبلدان أخرى شو نسميها exports صادرات. a factory for changing sugar or oil from their natural state نقول المصنع اللي يغير السكر والنفط من حالتهم الطبيعية شو نسميها هاي refinery بمعنى تصفية أو مصافي. a kind of glue نوع من الصمغ شو نسميه gum.